يتكلم 7 مليارات إنسان أكثر من 7000 لغة مع أبجديات عديدة وعدد لا يحصى من اللهجات، ويقسم برج بابل إلى 8 مجموعات لغوية. نجد هنا منطقة اللغات الهندو-أوروبية الأكثر انتشاراً بما فيها الفرنسية والألمانية والهندية. المجموعة الثانية التي تضم أكبر عدد من الناطقين تشمل اللغات الصينية التيبتية بما فيها الصينية. تشكل القارة الأمريكية موطن اللغات الهندية الأمريكية، أما إفريقيا الشمالية والشرق الأدنى فيشكلان موطن اللغات الأفرو-أسيوية ومنها العربية والعبرية. بالإضافة إلى ذلك نجد في الجنوب لغات البانتو كاليوروبا والسواحلية. أما في الشرق وصولاً إلى سيبيريا ومنغوليا نجد اللغات الأورالية الألتائية وبينها التركية والمجرية والفنلندية. وفي جنوب الهند نجد اللغات الدرافيدية كالتاميلية. وأخيراً نجد هنا اللغات الأسترو-أسيوية مثل الخميرية أو الفيتنامية. وتضاف إلى ذلك المجموعات اللغوية الثانوية كالخويسان في جنوب إفريقيا أو لغات أوقيانيا واللغة المعزولة كالإسكيمو إليوت والإينو في هوكايدو، وبالطبع اللغة الباسكية التي تبقى أصولها غامضة. الاستنتاج الأول: ليس من الغريب التكلم بأكثر من لغة في بلد واحد. ومن هذا المنطلق فإن بابوا غينيا الجديدة تضم أكبر عدد من اللغات أي 750 لغة وعددا أكبر من اللهجات أي 25% من اللغات التي يتم التواصل من خلالها في العالم. نتوجه الآن نحو الهند التي تضم 1600 لغة، حيث يتحدث أكثر من 1,000,000 شخص بـ40 منها كاللغة المراثية أو البنغالية وبالطبع الهندية والإنجليزية. أما الصين فهي موطن ما يقارب 50 لغة، لكن تدين بوحدتها اللغوية إلى سيادة كتابتها. وفيما يتعلق بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فهي جنة التعددية اللغوية، تحوي 80 لغة في إثيوبيا و227 في جمهورية الكونغو الديمقراطية و470 في نيجيريا. في الواقع نادراً ما تتداخل الحدود السياسية وتراث الاستعمار مع الحدود اللغوية. النتيجة؟ أنه غالباً ما احتفظت هذه الدول إلى جانب اللغات الأصلية والمحلية بلغات الاستعمار الفرنسية أو الإنجليزية أو البرتغالية أو الإسبانية كلغة رسمية وإدارية. إن هذه الهوة بين الحدود السياسية واللغوية قد تؤدي إلى صراعات متفاوتة الحدة، ورأينا ذلك مع اللغة الكتالونية في إسبانيا، ومع الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا، ومع الناطقين بالإنجليزية في الكاميرون، أو مع القمع ضد الإيغور الناطقين بتركيا في الصين. وخلال تفكك يوغوسلافيا السابقة في العام 1991 بلغ القوميون الصرب والكرواتيون والبوسنيون حد إعادة اختراع كل منهم لغته الخاصة بعدما كانت مشتركة حتى الآن. وللحد من هذه التوترات من بين 193 دولة معترفا فيها في العالم، أكثر من 40 دولة تعتمد لغتين رسميتين، وثمان دول تعتمد 3 لغات رسمية من بينها بلجيكا والبوسنة والهرسك أو رواندا، ودولتان تعتمدان 4 لغات رسمية كسنغافورة وبالطبع سويسرا. وبالتالي هناك 7,000 لغة في العالم، لكن 100 لغة بينها فقط تعتبر اللغة الرسمية لدولة أو أكثر، وهناك أقل من 10 لغات تعتبر حقاً عالمية وهي التي سنركز عليها الآن. في العام 2019 كانت لغة ماندارين الصينية تعد اللغة الأم الأكثر تداولاً في العالم، أكثر من 900 مليون ناطق بها. ثم تأتي اللغة الإسبانية بعد الماندارين مع 440 مليون ناطق بها، والإنجليزية مع 380 مليون ناطق، والهندية الأردية والعربية والبنغالية والبرتغالية والروسية واليابانية والبنجابية. هناك اللغة الأم واللغة التي نتعلمها للتواصل، وهنا تحتل الإنجليزية المرتبة الأولى مع أكثر من 1,000,000,000 ناطق بها قبل الصينية والهندية والإسبانية. في هذه الحالة تأتي الفرنسية في المرتبة السادسة بعد العربية، لكن قبل الملاوية والروسية والبنغالية والبرتغالية. لكن ليس لجميع هذه اللغات العالمية النفوذ نفسه، وسنحاول فهم السبب.
أولاً، لا تعترف منظمة الأمم المتحدة سوى بست لغات رسمية، وهي لغات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية والعربية، لكن لا تعترف بالهندية مع أن عدد الناطقين بها يبلغ ضعف عدد الناطقين بالفرنسية والروسية. والسبب أنه عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة في العام 45 كانت الهند لا تزال مستعمرة بريطانية. أما معظم المنظمات الدولية ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو اللجنة الأولمبية ليس لديها سوى لغتين رسميتين، الفرنسية والإنجليزية. الإنجليزية اليوم هي اللغة الرسمية أو اللغة الرسمية المشتركة في أكثر من 50 بلداً كدول الدومينيون السابقة كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وفي دول كانت سابقاً تابعة للإمبراطورية البريطانية مثل الهند وزيمبابوي وكينيا. ولا تزال لغة الولايات المتحدة التي فرضت كلغة دبلوماسية ثانية لمؤتمر باريس في العام 1919 من دون أن ننسى نجاحها كلغة للأعمال. إن المجتمع الثقافي الناطق باللغة الإنجليزية متجسد برابطة الشعوب البريطانية الكومنولث التي أنشئت في العام 31 وتضم 53 عضواً من بينهم 31 دولة صغيرة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وحتى الموزمبيق المستعمرة البرتغالية السابقة، فجميعهم يعترفون بملكة إنجلترا كقائدهم الرمزي ويستفيدون من برامج تعاون كثيرة. تعزز لندن قوتها الناعمة بواسطة شبكة تعليم المجلس البريطاني الموجود في أكثر من 100 بلد، لكن مقابل هذا النفوذ فإن 75% من الأمريكيين و95% من البريطانيين نشأوا أحادي اللغة. والآن دعونا نلقي نظرة على اللغة الفرنسية التي لا تزال اللغة الرسمية أو اللغة الرسمية المشتركة في 34 دولة. لقد تجاوز تأثيرها الإطار الاستعماري بفضل إنشاء المنظمة الدولية للفرانكفونية العام 70، وهي مؤسسة سياسية موجودة ضمن منظمة الأمم المتحدة تضم أعضاء من 88 دولة وحكومة، منها كيبيك وصربيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أنشئت فروعا لمتحف اللوفر وجامعة السوربون، وهي تجمع أكثر من مليار شخص. تنشط هذه الفرانكوفونية في المجال الجامعي أو السياسي أو الثقافي عبر قناة تي في 5 موند الناطقة بالفرنسية، ما يخدم بالتالي سياسة فرنسا الخارجية التي تمول 75% من ميزانيتها. تماماً مثل الكومنولث، تدافع الفرانكوفونية بشكل متزايد عن قيم الديمقراطية والسلام والحكم الرشيد. هذا ما يفسر التعليق المؤقت لمدغشقر العام 2009 أو مالي العام 2012، فالأمر سيكون حاسماً لأنه في العام 2070 سيكون 80% من الناطقين باللغة الفرنسية أفارقة. تستطيع باريس أن تعتمد على أليونس فرانسيز التي بلغ عددها 832، وهي موجودة كما ترون في 131 بلداً. وفي مواجهة هاتين اللغتين العالميتين نذكر بأن الصينية ثانية اللغة العالمية هي لغة رسمية فقط في الصين وتايوان وسنغافورة. لتعزيز نفوذها أنشأت بكين منذ العام 2004 أكثر من 500 معهد كونفوشيوس خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، 46 منها في إفريقيا. نجد دورات مجانية لتعلم المندرين والفنون القتالية، لكن انتبهوا جيداً من ذكر تايوان والتبت، فقد يسبب هذا الأمر توتراً مع الجامعات التي تستضيف هذه المعاهد وحتى إغلاق بعضها حديثاً لسيما في شيكاغو وتورونتو وليون. إن اللغات الأربع الأخرى الأكثر تداولاً تبقى وراءها، فالإسبانية هي اللغة الرسمية المتداولة في 20 دولة تقريباً لكن بغياب مؤسسة تنظم هذا المجتمع. البرتغالية هي اللغة الرسمية في 9 دول إضافة إلى ماكاو، تديرها البرازيل وتستطيع الاعتماد على مجموعة الدول الناطقة باللغة البرتغالية. تضم جامعة الدول العربية وهي أكثر نفوذاً 22 دولة و 422 مليون ناطق بها، لكن مهمتها قبل كل شيء سياسية. أما الروسية فهي لا تزال لغة أساسية في الاتحاد السوفيتي السابق، إنها اللغة الرسمية في روسيا البيضاء واللغة الأساسية للتواصل في كازاخستان وأوكرانيا.
نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة إفطار يترك أثاراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.